مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من فطارك مع فخري. مساء الخير يا شيف محمد. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة، والأمة الإسلامية والعربية ومصر بخير يا رب. يا رب. جايب لنا ايه النهاردة يا شيف محمد؟ النهاردة هنوصل بقى لأسبانيا. النهاردة في طبق مشهور جدا في أسبانيا اللي هو البايلا، هو طبق expensive ومور expensive اللي هو البايلا بالسي فود، طب ليه اكسبنسيف؟ يعني ليه مكلف؟ عشان حضرتك بيحتوي على فواكه البحر، فطبعا دي تعتبر مكلفة. فطبق البايلا ده حضرتك من الأطباق الشهيرة جدا في أسبانيا، وبدأ ينتشر في الدول العربية وخاصة دول المغرب العربي. طيب، ممكن نوع حضرتك الفواكه البحر زي ايه؟ يعني مثلا في ايه هو اللي مكلف؟ ايه في العناصر اللي كاليماري، في كاليماري وفي جمبري وفي سمك فيليه، يعني واساسي يكونوا موجودين كل الحاجات دي؟ الثلاث عناصر دول لازم يكونوا موجودين بالاضافه للخضار كمان، يعني تمام. احط عليه خضار. طيب اتفضل قول لنا المكونات. حضرتك المكونات 2 كوب من الرز البسمتي اللي هو طويل الحبه، بصلايه مفرومه ناعم، 4 فصوص من الثوم المهروس، نص كيلو كاليماري مقطع الى حلقات، نص كيلو سمك فيليه مقطع صغير، نص كيلو جمبري متنضف ومنزوع القشر، كوباية من البسلة والجزر، يعني نص كوباية بسلة ونص كوباية جزر، تمام، متقطع على هيئة مربعات، 3 حبايات من الطماطم المفرومة فرم ناعم، مقدار يعني 50 جرام من الفلفل الملون متقطع المكعبات، نص معلقة كبيرة من الكمون، نص معلقة كبيرة من الزعفران، خلي بالك الزعفران غالي، طبعا تمام؟ طبعا. نص معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش، ونص معلقة كبيرة من الكزبرة اللي هي الناشفة، الكزبرة الناشفة، نص معلقة كبيرة من الكركم، تمام؟ 8 معالق كبيرة من زيت الزيتون، وملح حسب الرغبة. هنبدأ نعيد المكونات من تاني حضرتك. اتفضل. 2 كوبايتين من الرز البسمتي اللي هو طويل الحبة، بصلاية مفرومة ناعم، 4 فصوص من الثوم المهروس، نص كيلو من الكاليماري المتقطع حلقات، نص كيلو من السمك الفيليه المتقطع، نص كيلو من الجمبري المتنضف ومنزوع القشر، نص كوباية بسلة مع نص كوباية جزر، و3 حبايات من الطماطم المفرومة ناعم، ومقدار 50 جرام من الفلفل الملون متقطع لمكعبات صغيرة، نص معلقة كبيرة من الكمون، نص معلقة كبيرة من الزعفران، نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر اللي هو الحار المجروش، نص معلقة من الكزبرة اللي هي الناشفة، نص معلقة من الكركم، وملح حسب الرغبة، و8 معالق كبيرة زيت زيتون. تمام. هنبدأ بقى في طريقة التحضير يا فندم. اتفضل هنحط اتفضل يا الحط شيف بتاعنا محمد. هنحطه في طاسة. طيب يا فندم، هنحط الزيت بتاعنا على النار، وهنضيف البصل والثوم والبهارات والملح والفلفل لغاية أما البصلاية تدبل. هنحط طبعا البسلة بتاعتنا والجزر والفلفل الملون والطماطم اللي هي الطماطم اللي احنا قطعناها مفرومة ناعم دي، ونقلبها. بعد كده هنضيف الكاليماري ونسيبه لمدة 2 دقيقة مع التقليب. يعني حضرتك كل المكونات ديت خلاص، بعد كده هنجيب الكاليماري بتاعنا ونقلب فيه لمدة 2 دقيقة. بعد كده هنجيب الكمية اللي احنا حطيناها من زيت الزيتون اللي هي المتبقية مننا، هنضيفها للسمك الفيليه ونسيبه لغاية ما يستوي. يعني هنحط الأول الكاليماري، وبعد كده هنحط السمك، بعد كده هنكمل بزيت الزيتون بتاعنا لغاية أما السمك يستوي. طيب احنا كده خلاص الوجبة بتاعتنا بقت مكونة من جزر وبسلة وفلفل ملون وطماطم وفلفل، تمام يا فندم؟ ايوه بعد معاك. كده بنجيب حضرتك السمك ونحط زيت زيتون عليه ونقلبه لغاية ما يستوي. بعد كده هنجيب الرز بتاعنا بقى، الرز بتاعنا اللي هو البسمتي، ونحطه ونقلب مع الكاليماري مع الخضار مع السمك، بنقلب بيه 2 كوبايتين الرز اللي احنا قلنا عليهم، تمام، ونقلبهم كويس مع بعض.
وبعد كده بنحط الميه بقى بتاعتنا، نغطي الخليط ده كله بالميه. واخر حاجه بنحطها الجمبري، تمام. الجمبري اللي هو احنا اتفقنا ان احنا هنحطه اخر حاجه، تمام. ونسيبه لغايه اما الرز يستوي. ايوه خلاص هنغطيه بقى لغايه الرز ما يستوي، هنكون مجهزين بقى طبق التقديم بتاعنا. وبعد كده هنغرف الطبق ده وهنزينه بايه بقى؟ بإيه؟ قلت لي هنزينه بايه؟ بإيه؟ بزيتون اسود وبقدونس، تمام. يبقى طبق في منتهى الجمال، طبعا غني بالعناصر الغذائيه كلها. انت طبعا مكون طبعا العناصر الغذائيه كلها متكامله، عندنا خضار، عندنا سي فود، عندنا الرز، فده يعتبر وجبه متكامله وغنيه والف هنا وشفا لكل الصايمين. متشكر جدا جدا على الحق. احنا اللي بنشكرك تاني، وكل يعني وصفة بتقدمها لنا احلى من التانية، وسلم ايديك، ربنا يخليك. ويا رب تكون تحوز على اعجاب السادة المستمعين، وبالهنا والشفاء، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم.